بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب، نكمل وياكم محاضرتنا. بعد ما أخذنا بالمحاضرة السابقة طرق انتقال الحرارة، وأخذنا الطريقة الأولى اللي هي الكوندكشن، انتقال الحرارة بطريقة الاتصال، وعرفنا وأخذنا قوانينها وأخذنا مثال عليها. اليوم راح ناخذ الطريقة الثانية من طرق انتقال الحرارة، وهي طريقة انتقال الحرارة بالحمل الكونفكشن. طبعا الحمل يتحقق الحمل إذا كان عندنا عدة شروط. الشرط الأول هو أيضا مثل ما أخذنا بالكوندكشن، هو عندنا فرق بدرجات الحرارة. والشرط الثاني هو لازم يكون هناك تماس يعني بين الأجسام حتى يتم انتقال الحرارة. والشرط الأساسي والمهم بالكونفكشن هو اختلاف الطابع، يعني إذا كان عندنا سائل أو غاز أو صلب أو سائل وغاز أو صلب، يعني أهم شيء أنه عندنا اختلاف في الطابع، يعني مو نفس الطابع اللي يتم به انتقال الحرارة. نأخذ مثال على طريقة انتقال الحرارة بواسطة الحمل، وهو تبريد هوت بلوك، يعني بلوكة حارة ونريد نخفف من حرارتها حتى نمرر عليها فد مائع، والمائع هو هنا احنا اخذنا الهواء راح ناخذه، نمرر الهواء البارد على هذه البلوكة الحارة، فراح يتم انتقال الحرارة بطريقة الحمل ويتم تبريد البلوكة مثل ما موضح عندنا بهذا الشكل الأسفل. هذه الهوت بلوك، عندنا هذه بلوك حارة ساخنة، نريد نبرد الحرارة لها، راح نمرر عليها هواء. طبعا هنا الفيلوسيتي جريدينت بالنسبة للهواء، اختلاف السرعة بالنسبة للهواء، تبدي هنا السرعة خفيفة أو بطيئة، وبعدين تبدي تزداد السرعة. وهنا السيرفيس اريا بالنسبة للبلوك، وهنا التمبرتشر جريدينت يعني اختلاف درجات الحرارة بالنسبة للبلوك. يعني بالبداية هنا درجة الحرارة هي جدا عالية، يعني درجة حرارة الهواء الملامس هي نفسها درجة حرارة السطح، ماكو فرق باختلاف درجات الحرارة. وانتقال الحرارة يكون عن طريق الكوندكشن، يعني بين سطح البلوكة وأول طبقة من الهواء يتم بها انتقال الحرارة عن طريق الكوندكشن بالاتصال. والدرجات الحرارة بالنسبة للبلوك والطبقة الأولى للهواء هي نفسها، يعني التي سيرفيس بالنسبة لسطح البلوك هي نفسها تي انفينيتي بالنسبة للهواء. وقلنا هذا اختلاف درجات الحرارة، بالبداية هي درجة الحرارة هي عالية، تبدي تنخفض إذا أن تصل إلى درجات حرارة متناهية، يعني تبدي تنخفض درجات الحرارة إلى ما لا نهاية، إلى أن تبدي هذه البلوكة تنخفض درجة حرارتها وتتساوى إلى أن تتساوى درجة حرارة هذه البلوك مع درجة حرارة الوسط المحيط بها. هذا وضحنا اللي هو الهيت ترانسفير from hot block to air by convection، انتقال الحرارة تم بطريق بواسطة الحمل بين احنا قلنا السبب الأساسي واختلاف درجات الحرارة، فهذه الكتلة حارة والهواء بارد مقارنة بهذه الكتلة، هذا أول شرط. والشرط الثاني اللي هو اختلاف الطابع، يعني هنا عندنا احنا الكتلة صلب وهنا عندنا الهواء اللي هو غاز. والشرط الأساسي الثالث اللي هو وجود تماس بين الأجسام، يعني هذا الهواء هو ملامس لسطح هذه الكتلة الصلبة. بالنسبة للكونفكشن عندنا نوعان من الكونفكشن، الفورس كونفكشن والفري كونفكشن. الفورس كونفكشن يعني أنا أسلط قوة على الماء، يعني سواء كان هواء أو كان سائل ماء، يعني أسلط عليه قوة حتى أبرده بصورة أسرع. والفري أو ناتشرال كونفكشن اللي هو الطبيعي أو الحر، هنا يكون
بالنسبة للماء يتحرك حركة طبيعية بدون تسليط أي قوة، ومثل ما موضح هنا عندنا بالتشارت هذا الشكل الأول. عندنا هذه مثلا بلوك ساخنة وسلطنا عليها قوة، القوة مثلا هنا عندنا فان زيدت من سرعة الهواء اللي مسلط على هذه الكتلة، وبالتالي راح تزداد سرعة الهواء وراح يكون زمن أو التبريد أسرع. أما هنا بهذه الكتلة فالهواء يتسلط على الكتلة بصورة طبيعية بدون أي قوة خارجية تأثر عليه، أيضا تبرد الكتلة ولكن يكون التبريد بصورة يعني الوقت يكون أقل بصورة أبطأ. إذا عندنا نوعين من الكونفكشن، الفورسد كونفكشن اللي نسلط عليه قوة، والفري كونفكشن اللي هو يكون بصورة طبيعية بدون تسليط أي قوة عليه. قانون الكونفكشن اللي هو نيوتن لو أوف كولينج نسميه قانون نيوتن للتبريد، هذا قانون كونفكشن ينحفظ الطلاب اللي هو الكيو كونفكشن، الطاقة الحرارية المنتقلة بواسطة الحمل تساوي لنا الاتش في السيرفيس اريا في تي سيرفيس ناقص تي انفينيتي. ووضحنا قلنا السيرفيس اريا بالنسبة للجسم اللي تنتقل الحرارة عن طريقه، والتي سيرفيس هي درجة حرارة السطح اللي يتم به انتقال الحرارة، والتي انفينيتي هي درجة الحرارة اللي تبرد يعني الدرجة اللي النهائية أو قبل النهائية أو تعطى بالسؤال اللي توصل لها المائع أو يوصل لها السائل. فهذا قانون الثاني، قانون نيوتن للتبريد. هنا الـ H هي معامل الكونفكشن، الكونفكشن هيت ترانسفير كوفيشنت، معامل الهيت كونفكشن، ووحداته هي الواط على متر مربع في سكند. هذا ثابت طلاب يعطى بالسؤال أو بعض الأسئلة يعني إحنا نحتاجه مجهول، فهو هذا ثابت الهيت كونفكشن. لأي سيرفس كنا هي المساحة السطحية بالنسبة للسطح اللي يتم عليه انتقال الحرارة، والتي سيرفس هي درجة حرارة السطح، والتي انفينيتي هي درجة حرارة المائع اللي يكون بعيد من السطح، يعني مو الطبقة الملامسة للكتلة القريبة من السطح وإنما الطبقات البعيدة من السطح الصلب. لما قلت لكم هذه الملاحظة انه على السطح الفلويد تمبريتشر درجة حرارة المائع هي تساوينا الى درجة حرارة السطح الملامس إلها، يعني تي سيرفيس تساوي تي انفينيتي، وقلنا بالطبقة القريبة من الماء الكتلة الصلبة تكون انتقال الحرارة يتم عن طريق الكوندكشن، وبما انه تي سيرفيس تساوينا تي انفينيتي إذن هنا إذا طبقنا إذا قلتوا إحنا لا إحنا بما أنه عندنا صلب ومائع فانتقال الحرارة يكون عن طريق الكونفكشن، فإذا طبقتوا قانون الكونفكشن بالنسبة للطبقة الأولى ما قلتوا أنه هو ينتقل عن طريق الكوندكشن، إذا أحد الطلاب قال لا أنا عندي مائع وعندي صلب فالانتقال الحرارة يتم عن طريق الكونفكشن، فإذا طبق بالنسبة للطبقة الأولى T surface minus T infinity راح يكون صفر، إذا الكونفكشن هنا صفر، بينما هو الانتقال الصحيح يكون عن طريق الكوندكشن. وعندنا هنا المعامل الهيت كونفكشن هو ليس خاصية بالنسبة للماء، وهو ناتج عن تجارب مختبرية باراميتر، يعني هو ثابت مثل ما قلت لكم، ويعتمد على طبيعة الهندسة السطح وكذلك طبيعة الماء طبيعة وحركة الماء وكذلك خصائص عمق الماء مثل السرعة الفيلوسيتي. فهسه راح ناخذ مثال نطبق بانتقال الحرارة عن طريق الحمل convection، ونطبق بقانون نيوتن للتبريد. An electric current is passed through a wire، يعني تيار كهربائي يمر خلال واير 1 مليمتر القطر مالته و 10 سنتيمتر بالطول. الواير غطسناه بليكويد ووتر،
سأل ماي at atmospheric pressure تحت تأثير الضغط الجوي and the current التيار is increased until the water boil يعني التيار بدأ يزداد إلى أن بدأ الماء يغلي. For this situation بهذه الحالة ال H بالنسبة تساوينا 5000 واط على متر مربع في second and the water temperature will be 100 درجة سليزية يعني بالبداية منطينا درجة الحرارة لو ما منطيها. How much electric power must be supplied شقد القدرة اللي راح نسلطها على الواير لي ترتفع درجة الحرارة تكون 114 يعني بالبداية درجة الحرارة كانت 100 وبعدين يريد ارتفعت درجة الحرارة صارت 114 فيريد القدرة المسلطة على الواير حتى اللي سببت ارتفاع درجات هذه الحرارة. فاحنا عندنا شنو؟ عندنا الواير هو مادة صلبة غطسناها بمن؟ غطسناها بمادة سائلة اللي هو الماء وارتفعت درجة حرارة الماء، إذا صار عندنا انتقال بدرجات الحرارة انتقال بالطاقة الحرارية. شلون عرفنا صار انتقال بالطاقة الحرارية؟ لأن ارتفعت درجة حرارة الماء من 100 صارت 114. فنعرف انه اذا كان عندنا طورين مختلفين وصار عندنا فرق درجات الحرارة واكو وسط ناقل للحرارة اذا هو هذا راح يكون انتقال الحرارة عن طريق الكونفكشن فنطبق قانون الكونفكشن. ففسرنا انه هو انتقال صار عن طريق الكونفكشن. صار حل السؤال سهل مجرد نعوض قانون الكونفكشن قانون نيوتن للتبريد ال H موجودة بالسؤال والسيرفيس اريا بالنسبة للواير هي باي دي ال الدي موجودة وال L موجودة وفرق درجات الحرارة موجودة 114 ناقص 100 ويساوينا 21.99 واط يعني هذه ال H في المساحة السطحية اللي هذه عوضنا بها هي كان عندنا بالمليمتر أو حولنا للمتر وأيضا هنا نعمل حولنا للمتر هذه السيرفيس اريا وهنا فرق درجات الحرارة. فهنا استخرجنا الكيو، الكيو هي هذه نفسها القدرة اللازمة لرفع درجة حرارة الماء بهذه الدرجة. ان شاء الله صار واضح طلاب بالنسبة للكونفكشن. تحفظون الشروط الأساسية لانتقال درجات الحرارة يعني تعرفون وش وقت أنا أستخدم قانون الكوندكشن وش وقت أستخدم قانون الكونفكشن وهذه الحالة الثالثة بالنسبة للراديشن. أهم شيء تعرفون الحالات أي حالة يكون بها كونفكشن قلنا عندنا هي ثلاث شروط فرق درجات الحرارة وجود تماس بين الأجسام واختلاف الطور بين اختلاف الطور بين الأجسام يعني عندنا مائع وسوليد وتحفظون قانون نيوتن للتبريد ويكون التطبيق مباشر. الحالة الثالثة انتقال الحرارة هو الراديشن. الراديشن هو انتقال الحرارة بالطاقة اللي تكون على شكل موجات كهرومغناطيسية أو فوتونات. الفوتونات هي عبارة عن قوة كهرومغناطيسية أو جزء من الضوء. هذا الجزء اللي شلون يحدث عندنا نتيجة للتغيرات بالتكوينات الإلكترونية للذرات أو الجزيئات. وبالنسبة للراديشن هو يكون على عكس التوصيل والحمل. ليش؟ لأنه هو يكون الإشعاع سريع جدا يعني يكون مقارب إلى سرعة الضوء. ومثل ما مثال بسيط على الراديشن هو انتقال الحرارة عن طريق الشمس يعني توصل لنا الحرارة من الشمس للأرض يكون الانتقال عن طريق الإشعاع. ليش؟ لأنه ماكو وسط ناقل للحرارة يعني الإشعاع ينتقل بدون وجود وسط ناقل للحرارة. ثاني شيء الراديشن يكون سريع جدا هذا الشرط الثاني وكذلك الفرق بين درجات الحرارة أيضا يكون كبير جدا. هذا بالنسبة للإشعاع. الإشعاع قلنا هو طاقة منبعثة من المادة على شكل موجات أو فوتونات هذا الإشعاع بصورة عامة. أما الثيرمال راديشن الإشعاع الحراري هو نوع من أنواع الإشعاع
المنبعث بواسطة الأجسام. ليش شنو السبب يكون بالنسبة للإشعاع الحراري؟ هو اختلاف درجات الحرارة. إذا الشرط الأساسي للراديشن هو اختلاف درجات الحرارة، وقلنا ماكو وسط ليس بالضرورة وجود وسط ناقل للحرارة، يعني ينتقل بالفراغ. هسه راح ناخذ انه عندنا احنا ماكسيموم اكبر طاقة منتقلة او منبعثة بالوسط، القانون الها هو السيجما في السيرفيس اريا في التي سيرفيس اس 4، وهذه هي نقيسها بالواط. هذا القانون هو نسميه قانون ستيفن بولتزمان. قانون من ستيفن بولتزمان هو هذا القانون، الطاقة طاقة الإشعاع المنبعثة من الأجسام. هذا تحفظوه طلاب، يعني إذا كانت عندنا درجة حرارة وكان عندنا سطح مشع أو يبعث طاقة حرارية، فنستخدم هذا القانون إليه. ومثل ما موضح هنا عندكم بالبداية راح ناخذ البلاك بودي. البلاك بودي هو الجسم الأسود. الجسم الأسود هو أفضل جسم قادر على امتصاص الموجات الكهرومغناطيسية، وأيضا هو أفضل جسم قادر على بعث هذه الموجات. يعني الجسم الأسود تكون طاقته بالنسبة للامتصاص تكون عالية جدا، هو أفضل جسم يمتص الموجات الكهرومغناطيسية، وبالانبعاث أيضا هو أفضل جسم يبعث هذه الموجات. لذلك هو الجسم الأسود نسميه هو الجسم المثالي، يعني يمتص بأقصى طاقة ويبعث الطاقة بأقصى معدل. طبعا أيضا موجودة هي هناك خسائر بسيطة بالنسبة للانبعاث والامتصاص، يعني الانبعاث والامتصاص ما يكون بالنسبة 100%. الإيميسيفيتي اللي تساوينا 1 بالنسبة للبلاك بودي. الإيميسيفيتي هي الانبعاثية. شنو الانبعاثية؟ هي نمثلها انه هي مقياس قرب السطح، يعني اي جسم ناخذه. طبعا هذا البلاك بودي هو راح يكون ريفرنس، يعني الاميسيفيتي الانبعاثية اللي تكون 1. فاحنا بالنسبة لبقية الاجسام نقارنها بقربها للبلاك بودي. يعني اذا كانت مثلا اذا كان عندنا جسم الاميسيفيتي الى 0.8، فهذا راح يكون قريب بالنسبة للبلاك بودي، وهكذا. طبعا طلاب ما نبهتكم على انه السيجما هي ثابت بولتزمان وإلها قيمة ثابتة، يعني تحفظوها هذه ثابتة اذا طبقناها بالقوانين. السيجما هي ستيفن بولتزمان كونستانت، القيمة إلها هي 5.67 × 10⁻⁸ واط على متر مربع في كلفن اس 4، هذه ثابت تحفظه. البلاك بودي اذا ردنا نعرفه، الجسم الاسود هو جسم مثالي، سطح مثالي، يبعث الطاقة باقصى كمية الها او اقصى نسبة الها، وكذلك يمتص الطاقة باقصى مدى الها، ونسمي اشعاع الجسم الاسود. طبعا المثال السابق احنا قلنا الاميسيفيتي كانت 1 بالنسبة للبلاك بودي، يعني ما طبقناها بالقانون، ما موجودة. اما اذا كان عندنا جسم اخر غير الجسم الاسود، يعني جسم مو لونه اسود، فهنا الاميسيفيتي الانبعاثية راح تدخل بالقانون، الها قيمة، وهو نفسه هذا قانون بولتزمان نفسه، يعني الكيو الطاقة الحرارية المنبعثة تساوينا الاميسيفيتي في السيجما في السيرفيس اريا في التي سيرفيس، يعني هاي درجة حرارة السطح اس 4 مقيسة بالواط. والابسيلون هو الاميسيفيتي اوف ذا سيرفيس، يعني الانبعاثية بالنسبة للسطح. السطح ايش قد نسبة الانبعاثية؟ طبعا هي تتراوح، اقصى قيمة لها هي 1 واقل قيمة لها هي 0، وهذا طبعا بالاعتماد على الجسم الاسود. يعني قلت لكم ايش قد ما تكون قيمتها عالية هي راح تقترب من الجسم الاسود، وبالعكس. اما اذا اخذنا يعني انبعاثية بالنسبة الجسم غير الجسم الاسود، هذه الكيو انسيدنت
هذه الكيو الكلية، وهذا عندنا جسم سلطنا عليه طاقة حرارية، جزء من الطاقة طبعا إذا كان هذا الجسم هو يعني يمتص الحرارة، فجزء من الطاقة راح تمتص الكيو absorption وجزء من الطاقة راح يرتد، هذه الكيو reflection نسميها. فالكيو absorption راح تساوينا الألفا اللي هي الابزورفيتي في الكيو انسيدنت، الامتصاصية الألفا هي الامتصاصية في الكيو الانسيدنت الكيو الكلية، يعني هذه الطاقة الممتصة بالنسبة لهذا الجسم تساوينا الامتصاصية في هذه الطاقة الكلية، يعني شقد أنا امتصت عندي هذه الطاقة الكلية أضربها في الامتصاصية. أما الطاقة المرتدة فهي تساوينا واحد ناقص ألفا في هذه الكيو، يعني هذه الكيو أضربها في واحد ناقص ألفا، هي نحسب معتها الكيو ريفلكتد، وهنا الألفا هي الامتصاصية وقيمتها من الصفر للواحد. أما بالنسبة للجسم الأسود مثل ما قلنا الجسم الأسود هو جسم مثالي، الامتصاصية هي أعلى قيمة إلها، وكذلك الانبعاثية أعلى قيمة إلها، فالأبسلون إلها واحد، وكذلك الألفا الامتصاصية إلها تساوي واحد. هذا طلاب راح ناخذ أهم حالة بالنسبة للراديشن، واللي هي اللي موجودة بالطبيعة مثل ما موضح عندنا بهذا الشكل. عندنا هذا جسم أو كتلة صلبة ومحيط بها هذا السراوندينج المحيط طبعا هو الهواء، وسلطنا عليه طاقة حرارية، يعني نفترض أنه طاقة الشمس، يعني أجت الإشعاع عن طريق طاقة الشمس الكيو انسيدنت، يعني هذه الطاقة الكلية سلطت على هذا الجسم. فهذا الجسم امتص الحرارة، جزء من هذه الطاقة امتص وجزء ريفلكت انبعث. فهذه الكتلة هي إلها انبعاثية، وهنا السيرفس اريا، وإلها درجة حرارة السطح، والماء المحيط بها هو الهواء. فراح تكون عندنا الكيو راديشن راح نطبقها بالقانون اللي هو نفسه، ولكن هنا راح يكون عندنا تدخل درجة حرارة المحيط السراوندينج المحيط بهذه الكتلة هو نفسه قانون بولتزمان، ولكن صار عندنا التي هي تي سراوندينج درجة حرارة المحيط تدخل بالقانون، يعني هذه الاميسيفيتي. ليش؟ لأن قلنا هو مو جسم أسود، والسيجما لأنه هو قانون ثابت بولتزمان، وهذا السيرفس اريا بالنسبة للجسم المحيط، وفرق درجات الحرارة، هذه درجة حرارة الجسم المشع وهذه درجة حرارة المحيط أو الماء اللي يحيط بالجسم اللي يتم به الانبعاث، ووحداته هي نقيسها بالوات. Radiation heat transfer between a surface and a surface surrounding، يعني الانتقال الإشعاع يكون بين الكتلة المشعة وبين السطح، نطبق له القانون اللي أخذناه بالأعلى. طبعا بعض الحالات طلاب يكون عندنا يعني يكون عندنا مزيج بين انتقال الحرارة، يعني انتقال الحرارة يعني يكون عندنا سيستم انتقال الحرارة يكون بعدة طرف، يعني يكون يتم بيه الكوندكشن والكونفكشن والراديشن بنفس الوقت. فأنا من بالسؤال أو يعني أريد أحسب الطاقة الكلية، الطاقة الكلية هي تكون مجموعة طاقات المنتقلة، يعني هذا جسم تغيرت درجة حرارته، تغيرت درجة حرارته عن طريق عدة ظروف، يعني أما سلطت عليه طاقة شمسية، أو هو جسم مشع يكون بيه تفاعل، أو بيصير بانتقال بالفوتونات، أو ممتص طاقة وبعدين بدأ يبعث طاقة، أو هنا يكون عليه مائع ساخن أيضا يمر عليه فد ليكويد ساخن بالإضافة إلى حرارة الشمس، يمر عليه فد ليكويد مائع أيضا يسبب زيادة درجة حرارته.
يعني عندي مجموعة طاقات تأثر على هذا الجسم سواء كانت باردة أو ساخنة، فأنا من أريد أحسب الطاقة الكلية المسلطة على هذا الجسم يعني بحالات معينة تكون مجموعة بالنسبة للكيو توتال، تكون هي مجموعة بالنسبة للكونفكشن والراديشن وأحيانا الكوندكشن. فإذا أريد أحسب التوتال الكيو توتال الطاقة الحرارية الكلية المسلطة أو المؤثرة على هذه الكتلة، بعض الأحيان تكون عندي ناتج من عدة طاقات، فأقول أنه حسب الحالة طبعا. إذا عندي كونفكشن مؤثرة على هذه الكتلة أحسبها تكون ضمن القانون وأعوض بما يساويها بقانونها، وكذلك الكيو راديشن هذه بصورة عامة هذا أعوض بقانونها. وإذا كانت عندي حالة ثالثة أنه الحرارة تنتقل عن طريق الكوندكشن أقول هنا زائد الكوندكشن وأعوض بقانون الكوندكشن. إن شاء الله واضح طلاب. هسه راح ناخذ مثال تطبيق الراديشن. طبعا هنا أنا أخذت لكم أمثلة بسيطة لكل موضوع، أخذت عليه مثال بسيط، إن شاء الله على المحاضرة القادمة راح أخذ لكم أمثلة نتوسع بها بحالات مختلفة، ولكن هسه أخذ لكم أمثلة بسيطة مجرد إنه يكون واضح عندكم الموضوع بحفظ القوانين وتفتهمون كل طريقة حتى لا يصير عندكم لود بحفظ القوانين. An insulated steam pipe يعني بايب يمر بي ستيم بخار درجة يعني الليكويد ما درجة الحرارة جدا عالية بحيث كونلي ستيم. passes through a room in which the air and walls are at 25 درجة سيليزية. يعني هذا البايب اللي يمر بي ستيم يمر خلال غرفة درجة حرارة الهواء والجدران بالنسبة للغرفة هي 25 درجة سيليزية. The outside diameter of the pipe is 70 millimeter and its surface temperature is emissivity R and العفو its surface temperature and emissivity R يعني surface temperature T surface 200 درجة سيليزية والemissivity هي 0.8 respectively يعني بالتتالي. If the coefficient associated with the free convection heat transfer from the surface to the air is 15 واط متر مربع كلفن. يعني هذا مطينا المعامل، لكن انتوا هسه لازم تعرفوا شنو هو. قالين انه هو بالسؤال الكونفكشن هيت ترانسفير ال H هذا 15. What is the rate of heat loss from the surface per unit length of the pipe؟ يريد الحرارة المفقودة من السطح، يعني هو هذا البايب يمر بي ستيم أكيد درجة حرارته عالية، درجة حرارته مطينا إياها 200 درجة سيليزية، والهواء بالنسبة للغرفة يعني السراوندينج درجة حرارة المحيط هي 25. إذا انتقال درجات الحرارة انتقال الطاقة الحرارية راح يكون من البايب، ليش؟ لأنه بي ستيم بخار درجة حرارته عالية المل للمحيط اللي هو درجة حرارته 25 درجة سيليزية. فهو شو يريد؟ يريد التوتال طلاب هنا انتبهوا rate of heat loss. يعني هسه احنا بالسؤال احنا افتهمنا انه عندنا convection pipe هو بإشعاع منطينا الامسيفيتي الانبعاثية موجودة من ضمن السؤال. فيريد rate of heat لوس، فهنا راح يصير عندنا مجموع التوتال هيت المنتقلة من البايب للسراوندينج راح تكون عندنا هي مجموع الكيو كونفكشن زائد الكيو راديشن، ونعوض بما يساويها بالنسبة للكيو كوندكشن العفو كونفكشن اللي هي الاتش في السيرفيس اريا في التي سيرفيس ناقص تي انفينيتي. السيرفيس اريا بالنسبة للبايب هي البايب في الدي ال، ودرجة حرارة السطح بالنسبة للبايب ناقص تي انفينيتي اللي هي درجة حرارة المحيط، زائد الكيو راديشن هي الامسيفيتي في السيرفيس اريا
في السيجما في فرق درجات الحرارة، هذه تي سيرفس وهذه تي سراوندينج. طبعا هي تي انفينيتي هي هنا نفسها تي سراوندينج، لأن هو نفسه المحيط اللي هو الغرفة. ونطبق طبعا هو بالسؤال رايد الكيو بير يونت لينث، يعني نطبقه نقسم على ال L ونعوض الكل معلوم البقية عندنا هذه ال H والباي الدايميتر عندنا نحوله وفرق درجات الحرارة هذا بالنسبة للكونفكشن زائد الراديشن اللي هي الإميسيفيتي في الباي في الدي والسيجما هذا الثابت لازم انتو تحفظوه وفرق درجات الحرارة اللي هذا هذه هي تي سيرفيس السطح بالنسبة للباي ناقص التي سراوندينج بالنسبة للهواء المحيط وراح يكون عندنا هذه الكونفكشن وهذه هي الراديشن نجمعها حتى يطلع لنا التوتال الريت لوس من البايب للمحيط وهي تكون واط على متر. ليش؟ لان احنا قسمنا على اللينث. هذا فيما يخص طرق انتقال الحرارة اللي أخذناها اللي هي ثلاث طرق الكوندكشن والكونفكشن والراديشن. طبعا طلاب هذه هي مواضيع أولية يعني بسيطة ما تعمقنا بالهيت ترانسفير لأن هو موضوع داخل فصل لأنه الهيت ترانسفير موضوع جدا يعني بحر واسع وحالات إلى جدا مطولة ولكن احنا أخذنا المواضيع اللي تخصكم يعني تتخرج انت كمهندس عندك إلمام بالهيت ترانسفير لما يجي احد يسألك او ينذكر يمك موضوع الهيت او ان شاء الله بالعمل تطرق تجيك حالات تحسب بيها انتقال الحرارة انت عندك إلمام بهذا الموضوع. وشكرا جزيلا.